هنا أعالي الولجب والبلوط غربي سكيكده، صور ومشاهد الحياة البدائية القاسية ما زالت تفرض نفسها وبقوة، حيث الأقدام الحافية والصدور العارية والمساكن البالية، حيث كانون النار وبرد الليل والنهار. هكي عايشينك تو الماء ولا غير نقل فيه بالبرويطة ولا انت في يديه من تحت منين حاطين الطوموبيلات؟ يلا يقول له دي فوق الخط ساعة يجيبوا مالين الطوموبيلات ساعة ولا وقت نسقى ولا انقترة ولا الميلية نقضيو. زيتون دي كادري نحي الحطب ويبيع، دي كادري كان الفوري ها مقطوع علينا ما ندخلوش ليه، ها ما ندخلوش ليه، هذه يدخل على دم تروح ونخافوا من البوم. نديروا السعي وش راحت؟ راحت لما يشيت ونقعدوا طالبين لهنا برك ولا غير ولادي تون تنخبيهم. قست الجماعات الإرهابية على سكان بوراس والحاج علي وغيرهما وسيطرت على السكان وحرمتهم حتى من الخبز والماء. انسحبت الجماعات الإرهابية أمام الضربات العسكرية، ولكن الفقر المذقع لا زال يفتك بهؤلاء الناس. جيت ما كل هذا الظلم اللي عدى علينا يجي يا سيدي في الليل يا سيدي، يقول لك هات لي ولا يدي لك الزرع دي علاش دي باش تغطي ولا الماء لا لك شي ماكله يديها لا لك شي الشي ديالك يدي ما عندك ما تهضر معاه. في محنه كبيره العزيز ولو كون غير يفكروا فينا ساعات ساعات، دي عنده اللوبيا ياكل اللوبيا، دي عنده العدس ياكل العدس، دي عنده الخضره هكا في الجرادي ياكل الخضره، دي ما عندهش الا غالب. هذه هي تحت ظروف قاسيه سيما في فصل الشتاء، يكابد هؤلاء الناس ويجاهدون من اجل لقمه العيش الحلال قبل ان يلتحقوا مساء بهذه الاكواخ التي لا تقي من برد الشتاء وحر الصيف. بس نخدمها عطوني الدار صرت يلا نطالبين الريفيات ما عنديش ولا ولغوها. تكاد تصدق أحيانا ما يقوله المسؤولون عن التنمية في بلادنا، وتكاد تقتنع أن ما يتحدث عنه المنتخبون في المجالس المختلفة عن مشاريع التنمية بسكيكدا حقيقة، لولا أن هذه الصور والمشاهد الصادمة من هنا ومن نقاط أخرى تكذب ما يدعون.